بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموم. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا طبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما. ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، للحب تجعل نبضه تنغيما. كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما. ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما، ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما، في جنة كملت رضا ونعيما. أرسلوا زفراتهم وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. قلتم نحوه مع الحنان كرامة، فلرب عطف يورث التحطيما. ولرب نظرة مشفق بعثت أسى في قلبه جعل الشفيق ملوما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، نشر الهدى في الناس عاش يتيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها بالحق. سلام عليك هلي محترم دستانا الله تبارك وتعالى ديو كي تجور روح ويست زا دوان وجن اير خيرا بنسج پنا مائن دبی بانی دکندا رس قبل تراغلیم نو دلتا مو محمد نبی خیرا بنسج سره په شراکت باندې د یو دیش نفر توزیع درلودله چې الحمدلله هغه ښه په خیر سره خلاصه سو. همدا اخیری توزیع وه. ډیر خوشحاله یو چې د محمد نبی خیریه بنسټ سره مو په شراکت کار وکړئ. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه دغه یو دیرش توزیع وي، دغه توزیع اخیرنۍ مرحله وه او اخیرنۍ کور چې په دې شپه باندې راغلو، دغه هم توزیع وکړي، توزیع مو کړله او انشاءالله پوره هڅه مو کړله د ون ویژن ایډ د همکارانو سره چې دغه ستاسو مرسته شوې پیسې
آخری ارمان کورنۍ وته ورسه او ډیر ښایسته بارانم شروع دی رحمت الله تبارک وتعالی شروع دی ډیر خوشاله یم نن